بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الورى وسيد خلق المرسلين. تحية طيبة وخالصة وصادقة لجميع الحضور الكريم في تتمة سلسلة دروس اللغة الإسبانية المتعلقة بالمستوى الأول برعاية أكاديمية ملتقى الدارين. معكم أخوكم من المغرب سعيد. أوكي. نتطرق اليوم إلى موضوع الماسكولينو أو الماسكولينو. نعم، سوستانتيفوس ماسكولينوس، ناونز سوستانتيفوس معناها ناونز لينو ماسكولينوس بصفة عامة، ان جنرال بصفة عامة son masculinos. ¿Eh son masculinos? Los sustantivos terminados en O. أو مثلا لما بيكون شخصين يعني فاهمين اللغة كويس، فاهمين اللغة كويس، يفهمون اللغة ويعرفون قواعد اللغة ويتكلمون، يقول الماسكولينو. نعم، ما هو الماسكولينو؟ الماسكولينو بصفة عامة هو الاسم الذي ينتهي بأو، وأي كلمة ينتهي بأو، هذه بصفة عامة، ولكن هناك استثناءات. نعم، وهذا هو الترس. إذا بصفة عامة ينتهي الناون ينتهي بأو، ينتهي بأو. إذن الأمثلة: el amigo الصديق. الآن سوف لن تقولون لي ما معنى el. إذا قلتم لي ما معنى el سوف أقول لكم وما معنى أن لا تعرفوا el. أننا شاهدنا في الدروس الماضية. إذن el artículo definido يسأل الآن el amigo الصديق، هذا هو التعريف، عرف. el perro le dog le chien الكلب. el libro le livre book. el bien الريح، الريح رياح. إذن هنا لقد قالوا لنا بأنه أي كلمة تنتهي بأو إذن فهي ماسكولينو مذكر بصفة عامة. الشرح سنتم الشرح إن شاء الله. إذن los sustantivos nouns terminados en or. وقالوا لنا أيضا الكلمات التي تنتهي بأور، وأعطونا أمثلة. نعم، الأذكياء، هناك أذكياء، أحب الأذكياء، هناك أذكياء في الدروس الذين يطرحون الأسئلة، والأستاذ الذي لا يحب طرح الأسئلة أنا ضده. أنا من النوع الذي أحب أن تطرح لي الأسئلة. لماذا سوستانتيفو؟ وما معنى سوستانتيفو؟ وما معنى لوس؟ ولماذا إن؟ ولماذا لوس أتت في أول الكلمة؟ ولماذا إس سوستانتيفوس؟ ولماذا أور؟ كثرة الأسئلة نفهم. حاجة أخرى، الكتابة. عندما تكتب تتعلم اللغة. تكتب مثلا الامور تكتبها باس، مره اخرى يقول لك استاذ لا مش باس، يجب عليك حذف اس.
هل لا انت بتتعلم 4 سنوات، تعلم 4 سنوات وعندما تريد ان تكتب كلمة بسيطة ال اميغو سوف لن تكتبها لانك لا مش متعود كتابة، او مش متعود نطق، او مش متعود اسئلة، او مش اذا كنت مش بتسأل مش هتعرف تجاوب، مش هتعرف تشرح. انت مثلا لديك 70 درس، وهناك صديق لك لديه 50 درس، واذا اتى اليك وقال لك اشرح لي الدرس 51، تقول له لا سوف لن تعرف شرح الشرح لانك لن تسأل ولن تكتب ولن الى اخره. اذا اساسية تعليم اللغة سؤال، ليس هناك اي مشكل، اسأل في اللغة لا تسأل في شيء اخر. اذا نتمم، لماذا قلت كل هذا او كل هذا؟ هناك في بداية الكلمة اي خي مكتوبة، هذا بالنسبة للأذكياء سوف يلاحظون أخي، يقولون ما معناها؟ سوف أقول لهم معناها أي خيم بلوس. أمثلة examples examples example أمثلة، هذا هو معناها. إذن ال أمار الحب، love أموخ، ال كالار الحرارة، ال كولور الكولور los colores اللون، ال صبار النكهة. نقول مثلا لقد شربت عصيرا نكهته أناناس مثلا، نكهة نكهة نكهة. con algunas excepciones como la flor، وقالوا بأن هناك استثناءات، من بين تلك الاستثناءات flor تنتهي ب o r o r ولكن مؤنث. نعم نتمنى. los sustantivos nouns terminados en -aje o -an. أذكر مرة أخرى بأن الدروس التي نعملها ليست دروس يعني بصفة عامة، نحن نناقش بصفة عامة الدرس. أنا في البداية إذا أردنا أن نتكلم عن الماسكولينو سوف نبقى في الماسكولينو 12 درس، ولكن نتكلم عليه بصفة عامة، ومع المستوى الأول والمستوى الثاني إن شاء الله والممارسة والمحادثات سوف نعرف الكلمات ونتعود عليها. عندما مثلا قلنا لوس دياز دي لا سيمانا، إذا بصفة عامة للأذكياء سوف يقول لوس دياز دي لا سيمانا، عملناها في الدرس الثاني. إذا ال ديال ما أنا قلنا، إذا نتعود على اللغة، نتعود على اللغة، وهذا ذكاء، ذكاء ينفع في اللغة. لوس سوستانتيفوس في كل شيء ترمينالوس إن أخي أو أن، يعني النونز الذين ينتهون بأخي وآن. ال إخيمبلوس أمثلة، ال كوراخي الشجاعة، كوريج وكوغاش ذا كوريج الشجاعة، ال بياخي فوياج، ال كابيتان القائد. نعم وهنا كتتم بصفة عامة، لوس
Nombres de ríos, mares, océanos, montañas. كل ما يتعلق مش نومبريز هما اسماء، نص نومبريز الاسماء او اسماء ريوس، الريو والواد نهر، واد ماريس بحار، اوسيانوس محيط وحيطات، مونتانياس الجبال. اذا اخامبلوس السنة، السنة وهو نهر، نهر ال ابرو نهر اخر، هو نهر اخر، ال سينا نهر في باريس اظن، في باريس، ال ابرو في اسبانيا، ال تاميسيس في لندن، ال مي ديترانيو محيط الأطلسي، أتلانتيكو محيط الأطلسي أتلانتي، لوس أنديس، الإيفيريس إلى آخره. مهم كل ما يتعلق بالمحيطات، الجبال، الوديان، الأنهار، السيول، تقريبا كلهم مسكونين إلا بعض الاستثناءات كالاستثناء الموجود هنا على التكس. إذن وأيضا los nombres de colores، los colores قلنا في الدرس، درس الألوان، los colores. إذن el color نقول el azul، el verde، el amarillo، el naranja، الأزرق، el azul، ال verde اخضر، ال amarillo اصفر، ال نارنج البرتقالي. عندما عندما تشاهد وعندما تلاحظ عندما تشاهد وعندما تلاحظ يعني لون، يجب عليك أن تقول إنه ماسكولين، أزول، verde، amarillo، rojo، blanco، negro، gris، نارنجة إلى آخره، rosado كما شاهدنا في درس الألوان. إذا نكمل sustantivo masculinos terminados en A، ماذا يقولون لنا الآن؟ هو nouns وماسكولين وينتهي ب أ. قلنا في بداية الدرس بأن هناك استثناءات، من بين تلك الاستثناءات هذه الاستثناءات. algunos تعني algunos يعني بعض، nouns sustantivos que diseñan una función ejercida por una persona de género masculino. مثلا قال لقد قالوا لنا شرح هذه الجملة هو أنه هناك بعض المهن مثلا التي يعملها يعني مثلا الرجال كالكورة، يعني الذي يكون في الكنيسة. los nombres الأسماء de origen griego أصلها، الأسماء التي أصلها إغريقي، كي ترمينان إن، الأسماء التي أصلها إغريقي والتي تنتهي بما. أمثلة التيما، التيما موضوع، سابجكت صفة عامة، لديه مجموعة من المرادفات، البروبليما نجانا وإياكم منها، مشاكل البروبليم المشكل، ال سيستيما تنتهي ب ام ا ولكن ان اصل هذه الكلمات اغريقي غريغو، سيرتوس نومبريس كومو، سيرتوس نومبريس عندما نقول سيرتوس نومبريس بردون اسماء نقول انها محققه، سيرتوس شور،
certain certitude يعني شيء محقق شيء مؤكد. عندما نقول مثلا نحن يعني بالعربية نقول فاطمة، من طبيعة الحال فاطمة مؤنث، سوف لن يكون رجل اسمه فاطمة. محمد مذكر، مثلا نقول نافذة مؤنث، يعني هو أكيد أن النافذة مؤنث، هو أكيد أن عائشة مؤنث، هو أكيد. سيرتوس سيرتوس نومبرس كومو ك مثال ك ايخيمبلوس ال ديا ها ال ديا لوس دياز دي لا سيمانا ال ديا ال مابا الخريطة الخريطة الخريطة. إذا درس الماسكولين بصفة عامة بصفة عامة وعلى الشكل الآتي انتهى الدرس. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلينا في دروس قادمة إن شاء الله، وشكرا جزيلا للجميع.